اهلا بكم يا جماعه في درس النهارده. ان شاء الله النهارده هنتكلم على كيفيه عمل انيميشن للوجو، انيميشن بطريقه بسيطه، وبعد كده ان شاء الله هندخل في الحاجه الاصعب. النهارده ان شاء الله الدرس ممكن يكون طويل شويه، وهنتعلم ازاي نعمل لوجو زي كده او مشهد زي كده مثلا. تمام، طبعا احنا ممكن نعمله ونطلعه احسن من كده او نضيف له شوية حاجات، ونبدأ ان شاء الله. هنعمل اول حاجة زي ما اتعلمنا قبل كده، نعمل نيو كومبوزيشن. هنعمل الكومبوزيشن بتاعتنا مناسبة، يعني فلنفترض ان اللوجو ده مثلا عاوز تطلعه في قناة في التلفزيون، فالقناة في القنوات احسن امتداد ليها او احسن مقاس ليها هو بال سكوير بيكسل. تمام، وايد سكرين. خليها سكوير بيكسل، بس المقاس هنخليه 1280 720. تمام، وهنخليها 25 فريم في الثانية، والمدة هتبقى 10 ثواني، ونقول له اوكي. تمام كده، وعمل لنا كومبوزيشن جديدة عايزين نسميها اسم. نقول له كومبوزيشن سيتنج، نسميها مثلا لوجو انيميشن، نقول له اوكي. كومبوزيشن ظهرت عندنا اهي، ودي المعلومات بتاعتها، 10 ثواني، 25 فريم في الثانية. وهنبدأ نشوف احنا عاوزين نعمل ايه بالظبط. اول حاجة هنعمل التكست بتاعنا. فلنفترض مثلا هندوس هنا على حرف T عشان نعمل نيو تكست. تمام، ونختار الفونت، نخليه بولد مثلا، ممكن نختار فونت تاني من هنا، ونكتب مثلا ايه لوجو انيميشن، نقول له اوكي. نيجي بالشكل ده كده، طبعا كده اللوجو حجمه كبير قوي، فايه هنصغره شوية من هنا، وليكن ايه مثلا كده، خليه كده ايه. طب احنا عاوزينه دلوقتي في النص، ازاي نضمن ان هو في النص بالظبط؟ هنيجي على الايقونة دي ونقول له تايتل اكشن سيف، هيعمل لنا مربع بالشكل ده. تمام، المفروض علامة الزائد دي هي السنتر بتاع الكومبوزيشن، فهنحاول ايه نجيب التكست السنتر بالظبط كده بالشكل ده، ويبقى مناسب من هنا ومن هنا كده. التكست بتاعنا بقى في النص بالظبط، ممكن نيجي نطفيها تاني. طيب هنبدأ نعمل ايه بعد كده؟ دلوقتي احنا عملنا التكست بتاعنا، ممكن نيجي مثلا وعاوزين نعمل النجمتين اللي كانوا على الجنب. طب بس قبل ما نعمل النجمتين، نعمل باك جراوند بسيطة، نقول له نيو سوليد، ونسميها بي جي، يعني اختصار باك جراوند ميك كومب سايز، ونخلي لونها ايه
مثلا لون زي كده، اي لون. بعد كده هنعدل اللون بعدين مع الإضاءة، تمام، ونجيب اللاير ده نخليه تحت كده، تمام. طيب، وخلي بالكم يا جماعة، عاوزين نهتم ان الكومبوزيشن بتاعتنا او اللايرز بتاعتنا تكون منظمة، وكل لاير ليه الاسم بتاعه، عشان نرتاح بعد كده لما المشهد تكتر اللايرات بتاعته. هنيجي هنا على لاير ونعمل نيو سوليد، تمام، وهنسميها ستار، ونخلي لونها مثلا وليكن بالشكل ده، نقول له اوكي. طيب، وعاوزين بقى نعمل النجمة زي ما اتعلمنا قبل كده في الدرس بتاع اللاير ماسك. هنيجي هنا ندوس ونعمل هولد، نختار ستار تول، ونعمل كليك دراج بالشكل ده كده، تمام كده. هو عمل لي الشكل النجمة ده. هنجيب واحدة هنا، وهنا نطفي تأثير الماسك عشان تبقى بالشكل ده كده، تمام، نقفل دي كده. طيب، احنا عاوزين نعمل واحدة تانية، بس قبل ما نعمل واحدة تانية عاوزين الأول نستقر على الشكل بتاع دي، عشان لو عملنا واحدة تانية مش نفس الإعدادات اللي هنا نقعد نعملها هناك، تمام. فهنيجي كده مثلا وايه، ندوس اس في الكيبورد، وايه يعني ممكن نصغرها شوية مثلا بالشكل ده كده، تمام. وعاوزين نحط عليها دروب شادو. هنيجي كليك يمين، نقول له لاير ستايل، نقول له دروب شادو بالشكل ده، تمام. طيب، دروب شادو مش اجباري علينا، يعني ممكن نعدل في البرامترز بتاعته. البليند مود ممكن نخليه اوفرلاي هارد ميكس زي ما انتوا شايفين بالشكل ده، ديفرنس هيو لايتن داركن كولر مالتي بلاي، فاحنا هنسيبها مالتي بلاي. واللون بتاعه احنا ممكن نغيره زي ما احنا عاوزين، تمام، بس احنا هنسيبه زي ما هو. والاوباسيتي، تمام، يوز جلوبال لايت دي هنرجع لها تاني بس لما نضيف لايت عندنا. والانجل اللي هي زاوية الشادو ممكن نخليه لفوق لتحت بالشكل ده، والديستانس زي كده هنخليها مثلا كده، تمام، والسبريد بالشكل ده، السايز بالشكل ده كده، ممكن نخليه مثلا كده. والنويز طبعا احنا مش عاوزين نويز، تمام. وهنا لاير كونكس اوت دروب شادو دي هنعرفها بعدين، تمام. طيب، عاوزين نضيف عليه ايه تاني؟ لو جينا على اللاير ستايل مثلا، ممكن نضيف عليه افكت
ستايلز جلو، على اساس ان هو يدينا جلو بالشكل ده. جلو ثريش هولد، كل ما نكبر كل ما بنلغي الجلو، وكل ما نصغر كل ما بنعليه. تمام، فاحنا هنخليه ايه، والريديوس. تمام، الانتنسيتي هنا، الكومبوزيت اوريجينال اون توب بيهايند نون، العادي ان احنا بنخليها بيهايند. والاوريجينال كولرز، بتقول له اوريجينال كولرز ولا اي بي كولرز؟ هنقول له اي بي كولرز. في حالة ان احنا قلنا له اي بي كولرز، كولر 1 هيبقى ابيض، ممكن نخليه مثلا وليكن اللون ده، وكولر 2 اسود، ممكن نخليه اللون ده مثلا. تمام، ونعلي القيمة. بس هو الشيب عندنا ساعات يا جماعة في حاجات لو استخدمت معاها سيتنج معينة ما بتظهرش فيها، فهو هنا الاي بي كولرز مش ظاهرة فيها. فاحنا لو رجعنا الاوريجينال كولرز تبقى ايه احسن. طيب نيجي دلوقتي، قلنا عاوزين نعمل نسخة تانية منها، فهنيجي نسلكت دي كده ونقول له edit duplicate، كده عملنا نسخة تانية. شدها كده اساس تبقى بالشكل ده. تمام، و نرجع تاني للباك جراوند، عشان انا كنت عاوز اكلمكم في حاجات. قلت لكم النهارده الدرس هيبقى طويل شوية، معلش، بس هو هيبقى فيه حاجات مهمة جدا، لأن هو الدرس مش مجرد إن احنا نعمل لوجو زي كده. تمام، الباك جراوند تعتبر عنصر أساسي من عناصر نجاح المشهد عندك. الباك جراوند ليها أشكال وأنواع كتير جدا، وكل ما كانت بسيطة كل ما كانت أجمل. طيب هنعمل ايه في الباك جراوند عندنا دلوقتي؟ لما جينا عملنا نيو سوليد وعملنا باك جراوند، يعني لو جينا مثلا لاير سوليد سيتنج، لما جينا في اللون قعدنا نحتار في اللون، نعمل ده ولا ده ولا ده. لو جينا كده شايفين في الوان كتير جميلة بصراحة. تمام، الشكل ده. طب في حاجة تانية، في الافكتس، في الكالر كوركشن، في افكت اسمه ثواني، هو مش في المتاري، هو مش في الكالر كوركشن. طيب احنا ممكن نجيبه من هنا، هو اسمه رامب، جنريت، سوري، افكت جنريت رامب. عمل لنا ايه الافكت ده؟ رامب يعني زي حاجة زي جريديانت. تمام، بس مكونة من نقطتين. ادي اول نقطة، ممكن مثلا نقول له هنا، وادي تاني نقطة قلنا له هنا مثلا. شوف لما نغيرها شايفين معايا، وشوف بقى كمان دي ممكن نعمل لها مثلا انيميشن.
تمام. طيب لينير رامب ده اللينير، في الريديال اللي هو الدايرة اللي هو بالشكل ده كده، والتانية يعني الأولانية بتقول له الدايرة هتبقى فين بالظبط، مركزها فين، والتانية بتقول له الدايرة دي قطرها قد ايه. شايفين كل دي ممكن يتعمل لها انيميشن. طيب خلينا الأول في اللينير رامب، بعد كده في اللينير قصدي الرامب سكاتر، لو عليناه كده. شايفين يا جماعة ملاحظين الفرق؟ شوف لما بعمله بيبقى فيه زي نويز، مش عارف انتوا شايفينها ولا لأ، ثواني اغير لكم اللون. ثواني بس اعمل لون فاتح شوية. ملاحظين؟ مش عارف اذا كنتم ملاحظينها ولا لأ، بس انا شايفها عندي في زي حاجات كده بتتحرك، بس هو احنا مش هنحتاجها عندنا دلوقتي. تمام. وفي بليند ويز اوريجينال، ايه هو الاوريجينال؟ ما انت لو طفيت الافكت كده الاوريجينال اللي هو ده اللي هو لون السوليد. تمام. فانت لما تشغل الافكت وتقول له بليند ويز اوريجينال 100%، ادي كده رجع ليه اللون القديم. طب ده وظيفته ايه؟ ما انت ممكن تعمل رامب وتعمل بليند ويز اوريجينال بس ايه بنسبة صغيرة، 50% 40% كده، ده لو انت عاوز اللون القديم يبقى ليه دور في المشهد عندك اللي هو لون السوليد القديم اللي هو البني ده، بس احنا حاليا احنا مش عايزينه. تمام. طيب اللون الأولاني الأسود عاوزين نغيره، نخليه لون وليكن ممكن نخليه يعني يدي على أبيض، نقول له أوكي. واللون التاني ممكن نخليه مثلا بالشكل ده. تمام. الحقيقة الإفكت رامب ده أنت ممكن تعمل بيه إفكتس، يعني عدد لا نهائي من الإفكتس وعدد لا نهائي من الأنيميشن. شايفين؟ تمام. طيب دلوقتي عملنا الرامب وليكن بالشكل ده، ممكن نعمله كده ممكن كده مثلا وليكن كده. تمام. طيب في ايه تاني غير الرامب؟ خلينا نطفي الرامب كده او خليه شغال. في جنريت، لا خلينا نروح بقى كولر كوركشن. في تنت، ايه تنت ده؟ تنت ده بيخلي لك الالوان يعني ايه قريبه من هي تكون ابيض واسود. تمام. بس هو ما بيستخدمش كده بالظبط، هتقولي لي ازاي؟ دايما احنا لما بنحط الافكت بتاع تنت ده دايما الاماونت تنت ما بنخليهاش 100%، لو 0% هترجع المشهد زي الاول، الصور زي الاول. احنا بنخليه مثلا ايه كده كده، ليه؟ لان احنا هيبقى في عندنا المشهد حالته ان هو اللون عاوز يتحسن شوية. تمام. بس هو هنا انتوا الافكت مش ملحوظ قوي، فاحنا ممكن نجربه بعد شوية. تمام. وفي تريتون ده بقى، افكت ده يا جماعة جميل جدا،
تري تون، وفي بليندوز اوريجينال برضو. تمام، ده بيعمل ايه؟ بيقولك الهايلايتس يبقى لونه ايه. يعني ايه؟ هو الاول بينزل على اللون الاسترود اللي هو عليها، بيشوف ايه؟ بيشوف ان في لون ابيض وفي لون ازرق، تمام، او مش ابيض وازرق، بيشوف ان في الوان فاتحه والوان غامقه. فبيقول لك الهايلايت للالوان الفاتحه اللي هو زي الابيض عاوزه يبقى لونه ايه. تمام، لو قلنا احمر مثلا يعني كتجربه. طيب الميد تونز شايفين؟ لو تلاحظ ان هو بيغير في الجزء اللي تحت بس، اللي هو اللون الازرق، لاحظين؟ تمام. طيب الشادو طبعا هو عشان مش باين قوي شادو في ال، لان الشادو ده المفروض ان هو بيبقى اللون الاسود، فهو عشان مش قاري اي لون اسود، لان مفيش لون اسود في المشهد، فهو مش قادر يتحكم فيه. ممكن نعمله بليندوز اوريجينال بالشكل ده. والاحمر ده بقى ايه؟ ممكن نخليه مثلا يعني حاجة خضرة كده، قيمة صغيرة. تمام، تمام. طيب هل كده الباك جراوند خلصت؟ لا طبعا، في ممكن نعمل طبقة تانية من الباك جراوند. ازاي؟ لو عملنا نيو سوليد، تمام، سميناها نويز، تمام. طبعا ساعتها احنا نحط فراكتال نويز، مش مهم اللون يبقى ايه. يعني في ساعات سوليد على حسب السوليد انت هتعمل فيها ايه. احنا دلوقتي في حالتنا هنحط عليها الافكت اللي هو فراكتال نويز، هنعرفه مع بعض بعد شوية. فاذا انا ما يهمنيش عندي هو اللون ايه، لان اللون ده كده كده هيتلغي. فيهمني عندي ان هي تبقى مقاس الكومب والاسم بتاعها، واقول له اوكي وانزلها تبقى تحت خالص، ونطفي الباك جراوند دي دلوقتي. تمام، على اساس ما يبقاش عندنا الا دي اللي هي اللي باينه. ونيجي على افكت نويز جرين، نقول له فراكتال نويز. طبعا خلي بالكم يا جماعه ان اي سيكشن بدخل فيه، يعني سيكشن النويز، مش الفراكتال نويز بس هو اللي بيعمل نويز او هو اللي هيعمل التأثير اللي انا هوريه لكم دلوقتي، لا، في انواع منه كتير وكل واحد ليه شكل مختلف. انت ممكن تدخل وتجرب زي البلور والشاربن. انا لما شرحت الفاست بلور، في برضه جاوسن بلور، ولما قلت راديال بلور والشاربن والبوكس بلور، تمام، هقول له فراكتال نويز. اه شفتوا، لغلنا اللون خالص، اللون بتاعنا ما بقاش ليه اي اهمية. تمام، ف هنبدأ مع الفراكتال نويز. على فكرة عاوز اقول لكم مقدمة عنه، الفراكتال نويز ده هو مجرد افكت، يعني هو افكت بس هو مش مجرد افكت، ده هو انت ممكن تعمل بيه عدد لا نهائي من اشكال. تمام، طيب هنيجي الأول على طيب الفراكتور نويز عمل لنا ايه؟ طبعا مفيش اي انيميشن، عمل لنا الشكل ده كده. تمام، طب ايه الشكل ده؟ يعني هنيجي نمسكه واحدة واحدة، هنيجي نلاقي فراكتال تايب، يعني نوع الفراكتال، بيزك اللي هو ده دلوقتي، ولا تربولنت سموز اللي هو بالشكل ده، تمام، ولا تربولنت بيزك، ولا تربولنت شارب، تمام، ولا دايناميك،
ديناميك تويست، ماكس، سيميري، سويرلي، روكي، كلاودي، ترين، سب سكيل، سمول بومبس، سترينج، و ثريدز. حاجات كتيرة جدا وكل حاجة ليها وظيفة. طب احنا شفنا البيزك، طب الحاجات دي الفاكتور نويز ده يا جماعة يعني دايما لما بنحطه يعني في اغلب الاحيان بنعمله انيميشن، تمام؟ بس هو انت دلوقتي شايفه مفهوش انيميشن وعاوز تختار نوع من الطيب اللي فوق، بس مش عارف تحدد هو ده النوع اللي انت عايزه ولا لا، لان انت مش شايف قدامك انيميشن. فهنسيب الجزء ده دلوقتي وننزل على ايفوليوشن، تمام؟ قصدي على ايفوليوشن مش ايفوليوشن اوبشن، ونيجي كده نمشي كده مثلا من هنا او من هنا. هو ده يا جماعة الانيميشن بتاع البيزك. طب لو شفنا التيربلنت سموز، شايفين؟ طيب تيربلنت بيزك او خلينا في الديناميك. ده بقى نوع مختلف، الانيميشن بتاعه مختلف، الانيميشن بتاعه جميل جدا. يعني هو يديك ايحاء زي ما يكون مثلا في حاجة في اللافا زي بتاعة البركان او حاجة بتسخن، تمام؟ وفي دايناميك بروجرس برضو هو هتلاقي نفس الانيميشن يعني. في ماكس، شوف ده بقى الانيميشن بتاعه جميل جدا. سيمري او ده انيميشن برضو مختلف شوية. وروكي تمام، كلاودي، خلينا في روكي. في حاجة اسمها نويز تايب. نويز تايب يعني ايه؟ يعني انت اخترت الفراكتال تايب. طيب النويز تايب لو عملنا بلوك، شايفين عاملة ازاي؟ عمل لك بلوك من كل فراكتال والتانية الشكل ده كده، ادي كده ده تأثير جديد او شكل جديد. في لينير الشكل ده كده، سوفت لينير يعني لينير بس ناعم شوية، وسبلاين الشكل ده. وفي انفيرت يعني اعكس. اعكس ايه؟ في هنا الوان بيضة وسودة، لو عملنا انفيرت كده هو عكس، عكس القيم، تمام؟ طيب هنخش على الكونتراست والبرايتنس. كونتراست اللي هو بيزود الابيض ويغمق الاسود، تمام؟ بالشكل ده الديفولت بتاعه 100%. البرايتنس طبعا اللي هو الاضاءة، ممكن نعليها او نغطيها، تمام؟ وفي الاوفر فلو اللي هو بيديك اشكال مختلفة. نخلي البرايتنس زيرو دلوقتي، تمام؟ وفي الاوباسيتي ده كده هو رجع لنا لون السوليد الاساسي، تمام؟ وفي البليندنج مود هو ده بيدينا اشكال تانية. بليندنج مود على ايه؟ بليندنج مود على لون
السوليد ده في حالة ان انت لو عايز تستخدم لون السوليد كعنصر اساسي في المشهد بتاعك بالشكل ده كده. ده مثلا شكل اللافا اللي كلمتكم عليه من شوية، اللي هو ده. تمام، سوفت لايت، هارد لايت، كولر دوج، كولر بيرن، يعني في حاجات كتير. خليها نورمال دلوقتي، تمام، وهنخليها سوفت لينير دايناميك بالشكل ده كده. يعني اول ما اوفرلاي تمام، وهنا الايفوليوشن اوبشن سايكل ايفوليوشن ده هنعرفه لما نيجي نعمل انيميشن للفراكتال نويز. نرجع ده نورمال، تمام، و نعمل انيميشن بسيط. هنيجي على ايفوليوشن هنا وندوس على العلامة دي وندوس حرف اليو في الكيبورد، هنلاقي عمل لنا كي هنا، ونيجي في الاخر هنا ونعمل كده مثلا. لو ما نيجي كده هنلاقي عمل لنا الانيميشن ده. طيب لما نيجي نرجع الباك جراوند بتاعتنا، طب كده الباك جراوند عاوزينها تأثر على او تبين الفراكتال نويز. طبعا هي مش هتبينها، ليه؟ لان هي فوقيها. طب والعمل؟ هنيجي على حاجة اسمها مود، ودي احنا ما درسناهاش قبل كده، هندرسها دلوقتي، واللي هي زي البليندنج مود مثلا، زي اللي قلناها في الفراكتال نويز. طب نجربها. هي نورمال دلوقتي، لو عملنا مثلا دي سولف في حاجات ما بتأثرش فيها، تمام. داركن، كده بدأ يظهر بقى البليندنج مود اللي هو الخلط، يعني زي ما يكون بيعمل ميكس. ودايما انت لما بتعمل مود داركن، هو داركن على اللاير اللي تحتيه مش على اللي فوقيه، يعني داركن على النويز، تمام. مولتبلاي، كولر بيرن، خلينا مثلا نجرب اد دايما بتزود الإضاءة. لايتن، سكرين، سكرين ده كده عمل لنا شكل زي ما يكون قريب من السحاب. كولر دوج مثلا، اوفرلاي، سوفت لايت، ديفرنس. لا سوري، انا نطيت على ال سوفت لايت ديفرنس. هو ده كده شكل تاني، يعني ممكن تطلع اشكال كتيرة قوي بالبليندنج مود. احنا ممكن نخليه سكرين دلوقتي، تمام، بالشكل ده. طيب طب لو جينا عملنا بصينا للوجو شوية، اللي هو التكست، طبعا ما ينفعش نسيبه كده. هنيجي على لاير ستايل ونقول له مثلا دروب شادو بالشكل ده. طب وايه تاني؟ في ممكن نعمل اوتر جلو، يعني ده بيعمل لنا جلو من بره. خلينا نكبر دي كده شوية. اوتر جلو لو فتحناه هنا
تمام. البليند مود سكرين، الكلر، كلر اللون بتاع الجلو ده ايه؟ شايفين؟ لو عملناه احمر مثلا وزودنا الاوباسيتي وزودنا السبريد، تمام، او زودنا السايز، او جيتر. طيب ممكن الاوتر جلون فيه دلوقتي، نجرب حاجة تانية. ممكن نجرب، عاوز اعرفكم برضو color overlay ده يعني زي ما بيعمل، زي ما يكون بيعمل fill، لو ممكن نحط عليه اي color احنا عاوزينه. تمام، ممكن نحط bevel and emboss. حطلنا bevel بالشكل ده كده. طيب عايزين نشوف البارامترز بتاعته. الستايل انير بيفل، يعني انير بيفل يعني من جوه. طب لو عملنا اوتر يدينا الشكل ده. تمام، وفي امبوس، وفي بيلو امبوس، وفي ستروك امبوس. تمام، خلينا في الشكل ده. في بقى التكنيك سموز، شيزل هارد، شيزل سوفت. تمام، فانا طبعا احسن حاجه هي السموز. الدبس بتاعه يعني المقدار، لو تلاحظوا معايا 100%، قصدي ممكن نعليه لغايه 1000، خليه مثلا بالشكل. طب الدايركشن اب ولا داون؟ شوف تتغير ازاي، خليه اب. سايز الحجم بتاعه، تمام. السوفتن النعومة بتاعته، الانجل، تمام، الالتيتيود، تمام، هايلايت مود. ممكن نخليها سكرين زي ما هي. هايلايت كولر، الصور المفضل يبقى ابيض. هايلايت اوباسيتي، تمام. شادو مود، شادو كولر نخليه اسود زي ما هو. طب ده بالنسبة للبيفل. في ايه تاني عندنا ممكن نستخدمه؟ في ستروك، طبعا احنا عارفين الستروك بس احنا مش عايزينه دلوقتي عندنا، ولا الكولر اوفرلاي ولا الاوتر جلو. في جريديانت اوفر لي عاوز اوريها لكم برضو. ده بيعمل لنا جريديانت يا جماعة. ونيجي عند كولرز، هنا ممكن نعمل ايديت جريديانت. عندنا هنا مفتاحين، واحد اتنين. اول واحد اللي هو الابيض اللي هو اللي تحت، لو خليناه مثلا يعني زي نيجي درجة كده ازرق، واللون التاني شفتوا ادالنا تأثير جميل ازاي، اللي هو الجريديانت. وممكن نعمل كده، شايفين؟ وممكن نعمل كده، تمام. وممكن كمان دي برضه ممكن نتحكم منها. ممكن نضيف مفتاح هنا في النص، ونخلي
وطبعا هنغير لونه، يعني مثلا نخليه كده. طب ماشي، لو خلينا مثلا كده وضفنا مفتاح تاني هنا، تمام، وضفنا مفتاح تالت هنا، لو خلينا المفتاح ده أبيض والمفتاح ده بالشكل ده كده والمفتاح ده زي ما هو، كده عمل لنا شكل تاني، شايفين؟ يعني حاجة بصراحة جميلة جدا. طبعا ده لو طلعناه كده، لو شدناه لبره كده يبقى بنمسحه. طيب تمام، نيجي على ده نغمقه سنة، جميل، قوله اوكي. طيب وكان في برضو افكت عاوز اوريه لكم، اللي هو على التكست، اللي هو في برسبكتيف، حاجة اسمها بيفل ايدجز، ده بيعمل بيفل برضو. او سوري، هو مش ومش بيفل ايدجز، هو بيفل الفا على ما اظن. بس هو عشان احنا حطينا بيفل هنا في الاول فممكن ما تلاحظوش قوي. تمام، وعندنا هنا حاجة اسمها انيميت. انيميت دي معناها ايه؟ خلينا نبدأ من تحت كده. ولو دخلنا على بلور، ايه بلور ده يا جماعة؟ اولا هو ضاف لنا حاجة اسمها انيميتور 1، تمام، وضاف لنا حاجة جنبيها بروبرتي وسيلكتور، تمام، وبعد كده ضاف لنا رينج سيلكتور، وبعد كده البلور. طيب البلور لو عملنا كده، كده عمل لنا هو بلور، ماشي. في الرينج سيلكتور الستارت بتاعته، شوف كده، انت بتلاقي نفسك الحاجات اللي كنت بتشوفها قدامك في التلفزيون او على النت وتقول دي تتعمل ازاي، او الافكتات دي تتعمل ازاي، اديك مسكت اساسياتها، تمام. يعني مثلا مسكت اساسياتها وعرفت هي التحكم فيها منين بالظبط. هنا الستارت ده طبعا كل ده انيميشن، ممكن نعمل له انيميشن. الستارت مثلا والاند يعني ممكن نعكسه، يبقى كده تمام. وفي الاوفست اللي هو بالشكل ده كده، برضو حاجة جميلة جدا. طيب وفي advanced، لو دخلنا على advanced، تمام، بس هي advanced حاليا انا مش عاوز اتطرق ليها حاليا، عاوز افهمكم الاول الجزء ده اللي هو add. طيب property احنا طبعا عارفينها لكل الحاجات دي اللي هي كانت هنا في انيميت، تمام. طيب سيلكتور اللي هو الرينج سيلكتور، هنقول له رينج كده، هو ضاف لنا رينج سيلكتور تاني بالشكل ده كده، وضاف لنا بلور تاني، تمام. كنت عاوز اوضحه لكم، بس هنمسح دلوقتي الرينج سيلكتور ده، نقول له مثلا ضاف لنا وجل، وجلي، كده بقى دخلنا في أشكال تانية. طيب خلي بالكم كل حاجة وليها برضو ايه، ممكن نطفيها وممكن نشغلها، تمام. في الوجل سيلكتور المود، خلينا نرجع له بعدين،
تمام. الماكس ماونت 100% والمين ماونت سالب 100%. بيست اون كاركتر، كاركتر ليها الحروف ولا كاركتر اكسلودنج سبيس ولا ووردز يعني الكلمات ولا لاينز؟ هنقول له مثلا كاركترز. وجلز في السكند، وجل يا جماعة وجل يعني اهتزاز، تمام. بيقول لك عاوز كام اهتزاز في الثانية، هو هنا الديفولت بتاعه 2، هنسيبها دلوقتي على 2 ونسيب دي دلوقتي. وتنفاذ الجملة راندوم سيد، تمام. طب عاوزين نطفي الرينج سيلكتور دلوقتي عشان نركز مع الوجلي. طبعا زي ما انتم ملاحظين الوجلي هنا هو بيعمل لك انيميشن اوتوماتيك بالشكل ده، تمام. يعني اللي هو انت مثلا ممكن لو هتبدأ كده، تمام، ممكن مثلا نحط كي هنا ونيجي كده نقول له الماكس اماونت زيرو. لا سوري، احنا نعمل على الماكس اماونت هي 100%، نعمل لها كي هنا وهنا نعملها بسالب 100، يعني بالشكل ده كده. وعمل لنا تدرج، ممكن نعمل ايه؟ ممكن نقول له توجل هولد كي فريم، اللي هو هيفضل يعمل وجل 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 ويقف مرة واحدة. دي اتعلمناها قبل كده، تمام. طب ده بالنسبة للوجل. طب لو عاوزينه خلينا نشيل الأول، لو عاوزينه مثلا 6 مرات في الثانية، شايفين كده بقى سريع جدا جدا جدا، يعني هنا ثانية واحد هنا ثانية اتنين، هو هنا عمل 6 مرات في الثانية. طب خلينا نجرب شكل تاني مثلا وورد، هو كده بيعمل بالوورد، ادي كده عمل لنا شكل تاني، تمام. كده 6 مرات في الثانية، ممكن نقول له 10 مرات في الثانية، كده هو بيعمل بطريقة سريعة جدا، تمام. ولو قلنا لاينز مثلا، لاين يعني سطر، سطر من الكلام، شوف تأثير جميل ازاي، تأثير خرافي. وفي المود لو قلنا له ات، سبستراكت، شوف ده برضو بيأثر على على الانيميشن، حاجة جميلة جدا يعني، تمام. والمن والماكس ديفرنس، يعني انا عجبني هنا تأثير السبتراكت، متهيألي السبتراكت، تمام. طيب خلينا نلغي الرينج سيلكتور دلوقتي ونشوف هنا اكسبريشن. اكسبريشن ده يا جماعة هقول لكم يعني ايه دلوقتي. لو تلاحظوا الاكسبريشن اثر. طيب لو فتحناها كده عملنا اكسباند، بيقول لك الاكسبريشن ده بس دون كاركتر ولا ووردس ولا خليه ووردس. اماونت، تمام. طيب عشان نفهم اكتر في الاكسبريشن هنيجي على ويجل دلوقتي ونطفيها،
تمام. طبعا والاكسبريشن هنا حطلنا اكسبريشن على البلور، تمام. فلو جينا هنا مثلا وخلينا لغينا البلور ده ثواني، وقلنا له ويجل، تمام، نفتح قوس مثلا 1.10، يعني 10 مرات في الثانية، دوسنا كده تمام. للأسف الاكسبريشن هنا أنا عاوز أوضحه لكم بالظبط، خلينا نلغي الرينج سيلكتور تمام، وهنرجع للإكسبريشن تاني بس بطريقة أوضح. ولو جينا هنا على أنيميت، طبعا كل ده كنا بنضيف بلور، يعني هو هنا حتى الويجلي سيلكتور هو بيعمل لك اهتزاز على ايه؟ على البلور. طيب نشوف عندنا ايه تاني. كاركتر فاليو، كاركتر اوفسيت، تمام، لاين انكر، لاين سبيسينج. طيب خلينا نشوفهم كده واحدة واحدة، نشوف كاركتر اوفسيت، تمام. كاركتر اوفسيت ثواني هو يظهر عشان احنا كنا معلمين على البلور. كده وضف لنا انيميتور تاني غير الاولاني. طيب انيميتور التاني ده، تمام، خلينا بس نطفي الوجل دلوقتي عشان نلاحظ التأثير بتاعه. تمام، رينج سيلكتور، كاركتر اوفست. شوفوا بقى اهو، دي حاجة بصراحة يعني جميلة جدا. ازاي الكاركتر الاينمنت في الاول ليفت تو توب ولا سنتر؟ خلينا بس نعمل اي قيمة، ولا رايت تو بوتوم، ولا ادجاست، خليها ليفت رايت، ليفت ستوب. وهنا كاركتر رينج ريسيرف كيس ديجيتس ولا فول. يعني بيقول لك الحروف والحاجات دي، ولا كل الحروف والرموز والحاجات دي كلها، شايفين؟ حاجة جميلة بصراحة. طيب وفي برضه رينج سيلكتور، يعني لو عملنا كده شايفين، وانت ممكن تحول من كلمة للتانية، واوفست حاجة عظيمة جدا بصراحة. قلنا الكاركتر اوفست، عرفنا ايه هو. طيب ده نعمل له انيميشن ازاي؟ المفروض ان انت القصة بتاعتك ان هو بيبقى كده في الاول، بيبقى غير معروف، تمام، تدوس كي، وهنا تزود القيمة مثلا بالشكل ده، وهنا ترجعها بزيرو،
ممكن نعمل دي كده إيه؟ لا سوري، انا عايز ممكن نعملها ايزي ايز. سكيل لا ده حاجة تانية. تمام، يبقى الانيميشن عندنا هيمشي بالشكل ده، الحروف هتفضل تتقلب ورا بعضيها لغاية ما يظهر اللوجو بتاعنا. طيب نمسح الكي فريم دي كده ونطفي انيميترو 2 ونعلم هنا على تكست ونشوف الكاركتر فاليو. عملنا انيميتور 3 وهنا الكاركتر فاليو. كاركتر فاليو اللي هو الاختفاء او عدم او الاختفاء او الظهور. خلينا نسيبه دلوقتي ونروح لحاجة تانية. لاين سبيسينج، لاين انكر، خلينا نشوف لاين انكر. بس هو لاين انكر هو خاص بالسطور، لكن احنا طبعا عندنا هنا كلمة واحدة فمش هنعرف نلاحظ التأثير بتاعه. ممكن مثلا نشوف position. position ده طبعا مش محتاج ان احنا نضيف له animator. شوف سكوي، سكوي ده بقى اللي هيعجبكوا قوي، لو يبقى بالشكل ده كده يا جماعة. تمام، في سكوي اكسس، شفته، وفي برضه الرينج سيلكتور. تمام، يعني حاجة جميلة برضو. سكيل، السكيل احنا عارفينه، وفين روتيشن كير بوينت. طيب خلينا في الوجه زي ما قلنا. طيب تمام، دلوقتي عايزين نعمل ايه؟ خلينا نطفي الوجه دلوقتي. تمام، وخلينا نشوف القصة بتاعت المشهد بتاعتنا عبارة عن ايه بالظبط. يعني فلنفترض مثلا ان اللوجو ده هيجي من على الجنب كده بسرعة ويعمل الويجل بتاعه، والستار دي هنشوف قصتها بعدين. فهنيجي مثلا كده نخلي 3D. تمام، نجيبه كده. احنا كده ما بنعملش انيميشن، احنا كده بنجرد بس ايه يعني، بنعمل له بوزيشن، بنظبط البوزيشن بتاعه. تمام، نيجي مثلا كده وندوس حرف البي، او ممكن من ترانسفورم هنا بوزيشن،
نقول للكي فريم ونقول له مثلا هنا هو هيمشي كده وهينزل سنة كده، تمام، وهنا هيروح ماشي كده طالع سنة، تمام، وهنا ممكن نخليه يرجع تاني كده، وهنا بالشكل ده كده، طبعا كل ده في وقت قصير جدا بالشكل ده. تمام، لو دخلنا على الجراف اديتور وبصينا على الكيفريم بتاعتنا، الاول احنا عاوزين ايه؟ عاوزين نصغرها كده، اساس نعمل لها ريتايمينج، طبعا كل ده في جزء من الثانية، يعني لو عملنا رام ريفيو تمام. لو جينا على الكي ده وعاوزين نظبط البوزيشن بتاعه نخليه مثلا كده، تمام، وهنا ممكن نبعده شوية كده، تمام. طيب في بقى حاجة جميلة جدا 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 اسمها الموشن بلور، وده اللي بيدي الموشن بلور للحركة، بيدي لها شكل جميل جدا، وهو ده السكشن بتاعه، ونفعله من هنا لللاير ده مثلا نقول له موشن بلور. بس هنا احنا شايفين مفيش حاجة حصلت، ليه؟ لأن احنا لازم نشغل الجلوبال موشن بلور. طيب لو شغلناك شفته بقى، يعني لو عملنا لامب ريفيو مثلا، لاحظتوا يا جماعة؟ تمام، الشكل ده كده. طيب لو فتحنا، لو شغلنا بقى الوجل الشكل ده كده، وقلنا له الماكس اماونت، نحط كي تاني، وهنا مثلا نخليها سالب 100 بالشكل ده كده، ممكن ننقل دول قدام شوية. جميل جدا. طيب كده عملنا الانيميشن، اللوجو بتاعنا بشكل مختلف. خلينا نسيف اندرس كولتو مثلا، نقوله سيف. تمام، سيفنا ليه يا جماعة؟ لأن أنا عاوز أوريكم نوع تاني من أنيميشن التكست. هنمسح الأنيميتور ده، تمام، ونمسح دول كده، ومش هيبقى عندنا أي أنيميشن.
ليه بقى؟ في حاجة هنا عندنا في الإفكت أنيميشن بريسيتس، يعني حاجات معمول لها أنيميشن للتكست جاهزة. هنيجي على تكست هنا نفتحه ونختار، احنا مثلا عاوزين في أشكال كتير بصراحة، ممكن نقول مالتي لاين، أو خلينا مثلا سكيل، ممكن نجرب ده مثلا. شفته جميل ازاي، وضاف لنا هنا برضو انيميتور واحد، ودي الكي فريم بتاعته. ممكن نضيف حاجة تانية، ممكن المالتي لاين نشوف مثلا ده، تمام. نرجع كنترول زد عشان نلغيه. ممكن مثلا في لاين كاركتر هو ده، تأثير جميل جدا، ممتاز. لو عاوزين نمسحه هو ده هنا انيميتور 3، ممكن نعمل كده. لا سوري، تمام. طبعا عندكم هنا كل انواع الانيميشن التكست ممكن تجربوا فيها. طيب خلينا نرجع للوضع اللي احنا كنا عليه، اللي هو ده. طيب هنا هو كده المفروض قصة المشهد مش هتنتهي، عاوزين نضيف حاجة جميلة قوي اسمها خلينا نضيف اول لايت، نقوله نيو لايت، نقوله اللايت ده عايزينه بوينت، تمام، ولونه يبقى ابيض، نقوله اوكي، نقوله كاست شادو. ممكن نعرجه كده زي ما احنا عايزين، ممكن نخلي دي 3D ودي 3D على أساس اللايت يأثر فيها. شايفين يا جماعة اللايت جميل ازاي؟ ممكن نعدل فيه بقى، ممكن نخليه بيرلب أو سبوت بالشكل ده، تمام، أو أمبيانت، تمام. خلينا على سبوت مثلا، ممكن نزود الاندنسيتي بتاعته او نصغرها، ممكن نخلي الفولوف سموز او نون، نقول اوكي. طيب كده التكست يعني زي ما انتو شايفين هو مش متأثر بالإضاءة. طب لو جينا علمنا عليه ودوسنا في الكيبورد A يعني حرف ال A مرتين، هنيجي هنا نقول accept light on cast shadow، لا سوري، هو التكست فعلا بيتأثر بالإضاءة. لو لقيتوه مش بيتأثر بالإضاءة اتأكدوا ان هنا اون وهنا كات شادو اون، تمام. في حاجات تانية زي الديفيوز 50% والسبيكلر اللي هو اللمعان، والسبيكلر شاينز، تمام.
ممكن نضيف عليه جلو ستايلز جلو بالشكل ده كده. تمام. طيب ممكن نضيف ايه تاني؟ طبعا احنا الستار لو خليناها 3D اللي هي هتتأثر باللايت، بس احنا مش عايزينها 3D دلوقتي. تمام. عايزين نعمل ايه؟ عايزين نعمل حاجة زي لينز فلير. هنفهم مع بعض ايه هي دلوقتي لينز فلير. هنعمل نيو سوليد وليكن لونها اسود، نقول له اوكي. تمام. ونيجي على افكت جنريت لينز فلير. طبعا دلوقتي عرفتوا ايه هي لينز فلير، والنقطة اللي هنا دي انت بتحركها زي ما انت عايز. تمام. فلير برايتنس. تمام. وفي هنا بليندوز اوريجينال خليها زيرو. طبعا فينا اللينز تايب. تمام. بالشكل ده نخليه اول واحدة. طب هنا احنا مش شايفين حاجة، يعني هنا اسود ليه؟ لان احنا المفروض نعمل المود اد او سكرين. نخليه سكرين ونعلم على لينز فلير كده عشان تظهر لنا دي كده. تمام. و نوطي الإضاءة شوية. ممكن نجرب الشكل ده، متهيألي لايق أحسن. تمام. دي هتبقى ازاي بقى؟ فلنفترض ان هي كده الاول. تمام. هنيجي على فلير سنتر ونحط كي وندوس يو في الكيبورد. نيجي هنا مثلا. تمام. ونمشيها بالشكل ده كده. على اساس الانيميشن بتاعها هيبقى بالشكل ده. نيجي نعمل رامب ريفيو. جميل جدا. تمام. ممكن بس نعدي على دي كده، ننزلها تحت شوية. وهنا برضو ننزلها تحت شوية. ممكن نغيرها اد بالشكل ده كده. الشكل ده. طيب قلنا النويز عندنا زي ما قلت لكم قبل كده، عاوزين نحط عليها بلور. فاست بلور مثلا بالشكل ده. شايفين يا جماعة شكلها بقى احسن ازاي؟ لان انت خليت الفوكس على اللوجو فقط بالشكل ده. وممكن تزود البلور زي ما انت عايز. ممكن كمان نعمل له انيميشن، يعني نخليه يبدأ بسبعة مثلا. هنا نقول له كي فريم.
تمام، ونخليه هنا يبقى بالشكل ده. ونعمل رام ريفيو، جميل جدا جدا جدا. طيب، بالنسبة لللايت اللي هو فوق ده، ممكن نيجي هنا مثلا على البوزيشن بتاعه ونقول له كي فريم، وهنا مثلا تعالى انزل كده بالشكل ده. وممكن ننزله هنا، على أساس إن هو مثلا يعني ممكن نكون نهاية المشهد. تمام. طيب، عايزين نلغي اللايت عشان عاوز اوريكم تأثير دلوقتي على الاكسبريشن دي. طبعا ندوس انتر ونسميها مثلا لينز. تمام. وهنا ستار دي ممكن نخليها ستار اندرسكول 2. جميل جدا. طيب، بالنسبة للنويز، بالنسبة للنويز عايزين نلغي البلور دلوقتي عشان عاوز اوريكم تأثير معين، ونلغي الفلير. خلينا مشغلين اللايت. في حاجة في الفراكتال نويز اسمها البرايتنس. لما بنزود البرايتنس او نقللها بيدينا تأثير جميل برضو. طب افرض ان انت عايز البرايتنس دي تتقلب وتترعش، يتعمل لها وجل. تمام. فنعمل ايه يعني؟ عاوزين نضيف لها اكسبريشن. نيجي على دي كده، ندوس الاول الت في الكيبورد، نعمل هولد على الالت وندوس على دي، هيفتح لنا الجزء ده كده. تمام، اللي هو اكسبريشن برايتنس. هنقول له عاوزين نعمل وجل. تمام. 30 مرة في الثانية بالشكل ده. او سوري، نجرب مثلا 20. شايفين يا جماعة بتنور وتطفي ازاي؟ لو لغينا ده كله كده عشان نلاحظها. شفتوا بقى؟ وكل ده احنا ممكن نتحكم فيه، يعني ممكن مثلا خلينا دي 60. خلينا دي 50. ممكن نخليها كمان 90. شايفين كده؟ ده هنا الفاليو بتاع البرايتنس، وهنا كم مرة في الثانية. الشكل ده كده.
ده برضو تأثير، ده اللي كنت عاوز أوريه لكم. ممكن نلغي إن احنا ندوس على دي كده، احنا لغيناه. جميل أوي، تمام. قبل ما ننهي درس النهاردة ونخش على الدرس الجاي، الدرس الجاي اللي هو الخاص بفواصل القنوات، بس قبل ما ننهي درس النهاردة عاوز برضو نتكلم على البيرنت واللينك، نتكلم عنهم ازاي. رجعنا على اللاير وعملنا نيو نول اوبجكت. ايه نول اوبجكت ده؟ ده زي مجسم ما بيظهرش في المشهد، في المشهد النهائي يعني، زي هيلبر، ودايما المفضل ان احنا نخليه 3D. تمام، هيلبر ده بيعمل ايه؟ فلنفترض مثلا الهيلبر ده كده، وجينا على البوزيشن بتاعه، تمام، ودوسنا كي تاني، جينا هنا، سوري، فلنفترض مثلا ان هو فوق كده، تمام، جينا هنا مثلا ونزلنا كده، ده كده الانيميشن بتاعه، تمام. طيب حاجة زي ستار دي ممكن نعمل ايه؟ نعمل لينك للنول من الدايرة دي، ندوس ونعمل هولد ونقول له اعمل لنا لينك للنول بالشكل ده، شايفين الستار خدت لينك مع النول، تمام، اهو هي دلوقتي بيرنت للنول. ممكن نلغي البيرنت ونعمل نون، ممكن نعمل نول اوبجكت او نون. طب دلوقتي خلينا بس نعمل بوزيشن الاول ل سوري، خلينا نعمل بوزيشن الستار، نخليها مساوية للنول، ونقول له نول اوبجكت، نول اوبجكت عشان تبقى بالشكل ده، تمام. ممكن نصلح الانيميشن بتاع النول، نخليه كده مثلا، الشكل ده، ونفعل الموشن بلور، الشكل ده، جميل جدا. ده اللي كنت عاوز اوضحه لكم على النول اوبجكت، ان هو زي مساعد. طيب قبل ما نختم الدرس دلوقتي، الكلام ده كله عاوزين نحط عليه color correction، بس في عندنا هنا لاير زي التكست ممكن ما يقبلش افكتات معينة، فبنعمل حاجة اسمها adjustment layer، وبيبقى فوق خالص. adjustment layer ده بيعمل ايه؟ لو حطينا عليه مثلا افكت الكيرف في الكالر كوريكشن، وجينا عملنا كده، هنلاقيه بيأثر على كل اللاير من غير اي مشكلة، تمام. طيب ما علينا من الكيرف دلوقتي، خلينا مثلا في الليفلز، ممكن نعمل حاجة مثلا بالشكل ده. شوف برضه دي كلها أفكار ممكن يتعمل لها أنيميشن، تمام. ممكن
حط هيو ساتوريشن، نشوف مثلا البلو، خلينا نطفي ده الأول أو نمسحه. وخلينا في الماستر، ممكن نعمل كولرايزد، بس كولرايزد ده ممكن يعني ايه ما يمشيش على مزاجنا في معظم الأحوال. سوري، ممكن نحط الإفكت اللي قلنا عليه اللي هو تريتون، تمام، ونقول له عاوزين الهايلايت بتاعنا وليكن أبيض، والميد تون. الميد تون بقى هو يعني اللون اللي يعجبك، تمام. الشادو، شفت هنا بقى الشادو في الأول ما كانش ظاهر في المثال الأولاني، لكن هنا ممكن نخليه أي لون احنا عايزينه، تمام. الشكل ده ممكن نعمل بلند وز اوريجينال، فدي فكرة الادجستمنت لاير، تمام. وزي ما شفت انتوا في اللوجو انيميشن الاولاني، كان في الاول المشهد بيبدأ اسود وبعد كده بيفتحها كده بينتهي اسود. دي نعملها ازاي؟ الكومبوزيشن بتاعتنا اللي هي لوجو انيميشن اللي هي دي، ممكن نروح شدنا ونحطها في نيو كومبوزيشن على اساس تبقى كلها لاير واحد الشكل ده. ونشغل برضو الموشن بلور، تمام. هنيجي هنا ندوس تي عشان نجيب الاوباسيتي ونخليها بزيرو، نرجع كده ونقول له حطولنا كي. هنا هنقول له مثلا عاوزينها بمية على اساس تبدأ بكده، تمام. نحط مثلا كي هنا تاني بالشكل ده عشان التدرج يبدأ من هنا، ونقول له دي عاوزينها كده بزيرو بالشكل ده. المشهد النهائي بتاعنا شكله بالشكل ده. اتمنى يكون درس النهاردة عجبكم، وده يعني زي ما تقولوا كده استعداد للدرس القادم ان شاء الله بتاع فواصل القنوات، وأشوفكم في الدرس القادم إن شاء الله.